Hi everyone, I'm your teacher Ala Al-khatib from Al-Bashair Typical Academy. So please concentrate with me. We are going to talk about the present perfect simple. We have a new rule, قاعدة جديدة بعنوان the present perfect simple. So what's the meaning of present perfect simple? اللي هي زمن المضارع البسيط التام. Okay, so present perfect simple. As you see, look at this title. Present, يعني مضارع. Perfect simple, اللي هو التام البسيط. شو يعني تام؟ Okay, تام يعني إشي منتهي. Okay, so look at this. We use it to refer to events in the past, but which connect to the present. صح؟ اللي هو إحنا بنستخدم زمن المضارع البسيط التام to refer to events اللي هو للإشارة إلى أحداث in the past في أي زمن؟ بالزمن الماضي but which connect to the present ولكن إلها صلة بالزمن المضارع اللي هو يا مس إذا إحنا بنستعمل بالعربي زمن المضارع البسيط التام تمام؟ عشان نحكي عن إشي بالماضي ولكن هو إله صلة بالإيش؟ بالمضارع تمام؟ نفس معنى العنوان present perfect simple present يعني شيء له صلة بالمضارع ولكن perfect يعني تام منتهي تمام هلأ طبعا بتوضح معكم من خلال الأمثلة طبعا as you know every rule has a keywords keywords دلالات أو مفاتيح زمنية يعني لما بتشوفهم بنحط present perfect simple for since already just yet ever, lately, how long, twice, before, so far. Okay? طبعاً before معناها قبل. عنا هون منذ, already, اللي هي بمعنى already. Just, فقط. عنا yet, ever, how long, twice, once, twice, كذا. تمام؟ مرة مرتين. خلينا نشوف عنا هون يا مس. هلا اللي هي الفورم, structure. Look at the form. Number one. Subject. Have or has plus verb 3 plus complement. طبعاً أنا عارفة إنه لحد الآن الصورة مو واضحة. هلأ إن شاء الله بتكون أوضح مع the examples. So look at the form here. We have subject اللي هو الفاعل. Have or has for what? Of course, have for a plural subjects and has for singular subject. Have يعني للجمع وhas للمفرد إذا كان الفاعل مفرد. Plus verb 3 okay شو هو الverb 3 يا مس الverb 3 اللي هو الpast participle okay اللي هو التصريف الثالث طيب وين موجودين يا مس بآخر الactivity book وحكينا لازم نحفظهم اللي هو الverb 2 والverb 3 صح الverb 3 هلأ بدنا نبلش نحفظه عشان تحل على هاي القاعدة مش في عندي بآخر الactivity book العمود الأول اللي هو البيس فورم العمود الثاني اللي هو past simple verb 2 والعمود الثالث اللي هو past participle وبدنا نحفظ انه الverb 3 معناته past participle okay plus complement اللي هو تكملة الجملة كيف؟ طبعا بالنسبة للverb 3 زي لما اجي احكي لك see هاي base form اللي هو المفعل المجرد التصريف الثاني منه الverb 2 past simple so الverb 3 منه اللي هو past participle اسمه اوكي اللي هو عنا اكيد ايش بنسميه مس انا see saw seen اوكي تمام زي كمان لما باجي بحكي لك for example made هذا للpast simple وهاي الpast participle اللي هي على قاعدتنا هون هو هذا الverb 3 اللي راح نستعمله فلازم يا مس نبلش نحفظ بالتصاريف الافعال طيب, look at the example. I just an apple. Eat. طبعا هي إلها كذا استعمال هاي القاعدة. أول إشي في عندي أنا هون just. اللي هي keyword. Okay? A keyword. هيها دلالة. إذا لازم أستعمل present perfect simple. طيب غير هيك. I just an apple eat. لو بدي أنا مو فاهم القاعدة وبدي أحل بس حافظة حفظ وهو هذا الإشي خطأ طبعا. أول إشي I. اللي هي أكيد plural subject تعامل معاملة الجمع فأكيد بتاخد have والدلالة عادي موجودة ما بتأثر
فيرب 3 بدنا ننزلها من الفعل eat, eat, ate, eaten. اوكي eat, ate, eaten. طيب شو صار معناها يا مس؟ I have just eaten an apple. اوكي عنا لما باجي بحكي لك انه I have just eaten an apple اللي هو انا للتو معناها اكلت تفاحة. تمام؟ طيب ايش معناها يا مس لو عن فهم بدي احلها انا؟ اذا ملاحظ معناها it talks about something in the past ولكن it connects with to the present. شو يعني؟ اشي صار بالماضي تماما ولكن إله صلة بالمضارع. لما بحكي لك انا للتو اكلت التفاحة، انت مس اكلت التفاحة صح؟ اشي صار بالزمن الماضي تماما ولكن إله علاقة بالمضارع، انه ايش؟ انه مو زمان انتهى، يعني ممكن منذ دقيقة انت اكلت التفاحة، يعني هيك صار معناها، ممكن منذ ثانية او هل خلصت اكل التفاحة، انت خلصت من اكلها ولكن بالزمن المضارع. انا هلا بحكي معكم وهلا كنت عم باكل تفاحه، صار هذا الحكي امبارح اول امبارح؟ لا، في الزمن المضارع ولكن انا انتهيت منه. هذا هو معنى البريزنت بيرفكت سيمبل. تمام؟ طيب لو بدي اجي احكي مثلا انا اكلت التفاحه امبارح، انا محدد وقت صح يا مس؟ ملاحظ والوقت تماما منتهي بالماضي، ايش لازم استعمل؟ اللي هو الباست سيمبل. اذا هاي القاعده لازم يا مس تكون فاهم الباست سيمبل، بدك ترجع على القواعد اللي أخذناها بالوحدة الرابعة الخامسة سوري، بدك تكون فاهم القاعدة هاي. إذا فهمتها بتفهم قاعدتنا. لما باجي بحكي لك أنا I ate an apple، أنا أكلت تفاحة yesterday امبارح، هاي دلالة الباست سيمبل صح؟ هل في إشي إله علاقة بالمضارع؟ Of course not. So here we have event completely happened in the past، صار بالماضي تماما ما إله أي صلة بالمضارع، محدد إنه مبارح. في إشي إله علاقة بالمضارع؟ لا، إذا بستعمل الفيرب تو. ولكن معنى الجملة إنه أنا أكلت التفاحة للتو، يعني بالوقت الحالي أنا خلصتها. تمام؟ فهاي مس بتكون present perfect simple. أوكي؟ طيب I just water drink، إذا بدي أحكي أنا هاي عم بصور لكم فيديو، بدي أحكي هلأ شربت كاسة المي، بالزمن المضارع ولكن خلصت من شربها، صار إشي انتهى بالزمن المضارع. شو بتصير؟ I have just drink drank drunk، تصريف الثالث منها past participle drunk. I have just drunk water. تمام؟ أوكي. He has a friend visit، إذا بدي أحكي هو زار أصدقائه مثلا اليوم، اليوم هو زار أصدقائه بالزمن المضارع. تمام؟ هلأ شوفوا لو بدي أحكيها بدها تصير of course he has visit، of course التصريف الثالث منها هي regular visit، visited visited صح؟ so he has visited his friend. طب لو بدي أحكي يا مس he visited his friend، يعني شو الفرق بين المعنيين؟ هلأ هاي الجملة صح وهاي صح، ولكن شو الفرق بالمعنى؟ هون بتكون معناها he visited his friend مثلا last week، لازم تحدد. تمام؟ إذن بالverb to يعني بالماضي التام أوكي اللي أخذناه اللي هو past simple، لازم تحدد أنت وقت منتهي تماماً بالماضي عشان تفرق عن present perfect simple. إذا حكيت he visited his friend last week معناته حدث منتهي تماماً بالماضي وليس له أي علاقة بالواقع. إذن بتصير عندنا هون إيش؟ past simple verb to he visited. طب لما أحكي he has visited his friend اللي هو according to present perfect simple، شو معناها يا مس هاي؟ إنه هو زار صديقه ولكن في الوقت الحالي، يعني ممكن اليوم زار صديقه، منذ ساعتين زار صديقه، منذ دقائق صار مروح من عند صديقه زايره. أوكي؟ إذن إله علاقة بالمضارع هاي معناها. أوكي؟ so the first usage، أول استعمال للpresent perfect simple إنه we use it to talk about event in the past but which connect to the present، إشي بالماضي ولكن إله علاقة بالمضارع. كيف بنفرقه عن الpast simple؟ الpast simple لازم أحدد لك إنه هو منتهي تماما. طيب معطيك هون أنا بالعربي بعض شغلات عشان توضح إله الفرق بالمعنى بين the present perfect simple، the difference okay between، so the differences between
present perfect simple and past simple اللي هو الماضي past simple الverb to يعني إنه بالماضي يجب تحديد الوقت 100% زي ما حكيت لك تمام يا مس. إذا ممكن تجيب لي أنت تحكي لي يا مس طب بالامتحان أنا كيف بدي أعرف أنا هون مو محدد لك وقت. إذا مو محدد وقت معناته أنا أقصد إنه الجملة هي event in the past but which connect to the present ولكن إلها علاقة بالمضارع. أما إذا محدد لك وقت last week last night yesterday مثلا أي تاريخ in the past okay فأكيد بدها تكون verb to اللي هي subject verb to object past simple. اتفقنا؟ look at the example past simple اللي هو اللي أخذناها اللي هي the subject the verb to object هاي القاعدة بنتذكرها. كيف يا مس؟ I ate an apple 10 seconds ago يعني أنا طلع شو بلاحظين مش eat مش eat مش eaten I ate verb 2 I ate an apple 10 seconds ago. ليش حطيت ate ما حطيت I have eaten an apple؟ ليش؟ لأنه أنا عندي محدد لي وقت إنه 10 seconds ago اللي هو منذ 10 ثواني لقد تناولنا التفاح. بما إنه محدد الوقت اللي تم الانتهاء فيه إذن بيكون عندي past simple. اتفقنا؟ لازم يكون حدد وقت أو last week, last day, last night okay؟ لازم إذا كان محدد وقت يمس بالماضي past simple. أما إذا جملة مو محدد فيها وقت بدها تكون إيش؟ present perfect. I have just eaten an apple أنا أكلت التفاحة. لما حدا يحكي لي I have just eaten an apple أنا بفهم من المعنى إنه هو أكل التفاحة بالوقت الحالي خلصها ولكن اليوم منذ دقائق منذ ساعات هيك بفهم. أما هيك أنا بفهم إنه خلصها وانتهى بالزمن الماضي. إذا لما أنت ما تكون محدد وقت يا مس شو لازم نحط present perfect simple. Look at this example also. I ate 5 minutes ago منذ 5 دقائق أنا محدد لك وكاتبها. إذا شو لازم تكون past simple. طب أنا هون I have just eaten ago أنا فقط أكلت أنا أكلت للتو حدد وقت بالضبط متى؟ لا إذا إشي منتهي بالماضي ولكن إله علاقة بالمضارع مع عدم تحديد وقت. I have just eaten أنا أكلت. أنت بتعرف متى أكل؟ لا ما بعرف إنه أكل مبارح أوله. إذا معناها بفهم إنها هو أكل ولكن اليوم بالزمن المضارع إله علاقة بالزمن المضارع تمام. So, as you see here, we said that the present perfect simple, we use it to talk about actions or events in the past, but related to the present, إلها علاقة بالمضارع. مزبوط؟ طيب, كيف بدنا نفرق بينه وبين الverb to, اللي هو past simple, بالsubject verb to object, اللي هو بالpast simple, you have to put the time, يعني لازم أنت تحدد الوقت بالضبط, تمام؟ إذا أنت ما كنت محدد الوقت إيش بتكون معنى الجملة لازم present perfect simple. يعني جبت لك هاي الجملة I have just eaten وحطيت لي I ate خطأ تمام؟ لأنه أنا مو محدد لك وقت فلازم تكون present perfect simple. طيب تاني استعمال إلها يا مس present perfect simple لنتحدث عن شيء في الماضي دون تحديد وقت بس حكينا إحنا هلأ إحنا حكينا تمام نفس الفكرة. إذا أنت يا مس حكيت عن إشي بالماضي بس ما حددت وقت شو بدي يكون present perfect simple تمام. وكمان اللي هو الاستعمال الأول اللي هو عشان أحكي عن إشي بالماضي وإله علاقة بالمضارع. هلأ تاني استعمال نوضحه أكتر اللي هو إشي بالماضي بدون ما أحدد وقت I Saudi Arabia بدي أحكي أنا زرت المملكة العربية السعودية تمام. طبعا في ممكن هسا أشخاص يجي يحكوا لي الجواب visited verb 2 بحكي له غلط. ليش يا مس؟ لأنه هل في عندي تحديد وقت؟ لو حكيت I Saudi Arabia last week شو بتصير؟ I visited Saudi Arabia last week أنا الأسبوع الماضي زرت المملكة العربية السعودية بحكي له صح your answer is true إجابتك صحيحة. ليه؟ لأنه أنا محدد وقت إلك تمام؟ طيب بما إني أنا محددة وقت إذن verb to. طب أنا هون في تحديد وقت لما تحتار وتحس إنه الجملة بتزبط على past simple وعلى present perfect simple بتروح بتشوف الدلائل اللي إيش تحديد الوقت. ما عندي تحديد وقت إذن معنى الجملة إنه I have
visited Saudi Arabia. ليه؟ لأنه ما في تحديد وقت، فلازم تكون present perfect simple. أنا منذ وقت قصير زرت المملكة العربية السعودية، هيك معناها. طيب I Saudi Arabia last month visit. تمام؟ أول إشي بشوف present perfect simple ولا past simple؟ هل في عندي تحديد وقت؟ Yes. Here we have last month. الشهر الماضي. إشي منتهي تماماً بالماضي. إذن visited. طيب. I this movie before. Before أول إشي دلالة the present perfect simple. مزبوط؟ غير هيك. لما باجي بحكي لك بتاخد طبعاً I بتاخد have لأنها plural plus see saw seen. Verb 3 past participle منها. I have seen this movie before. لما بدي أجي أحكي إنه والله أنا شايفته هذا الفيلم قبل هيك. أنا هذا الفيلم شايفته قبل هيك. أوكي؟ دايماً يا مس بالجمل اللي زي هيك بحكي والله مثلاً أنا بتفرج على فيلم بحكي أنا هذا الفيلم شايفيته قبل هيك حضريته. كيف بدي أحكي هاي الجملة؟ باستعمال present perfect simple. غير هيك before أصلاً من دلالاتها. هيها شو أخذناها؟ إذا وإنت مغمض شو بتحط present perfect simple. أوكي؟ طيب subject طبعاً النيجاتيف منها طبعاً هيك قاعدتنا أصلاً بتكون انتهت. هلأ أخذنا إحنا الأفيرماتيف ناخد حالة النيجاتيف اللي هي النفي. سهلة جداً قاعدتنا بالأصل subject have has verb 3 complement. You have to put not to make it negative with have or has. صح؟ بس بحط النفي مع have أو has مع الهيلبينج فيرب. فشو بتصير عندي؟ He of course has. طبعا أنا طالبة منك هون negative not. So he has not visited has a friend. ما في عندي تحديد وقت صح؟ إذن present perfect simple هو لم يزر صديقه. أحمد and ليلى. So here we have a plural subject have with not haven't. إما بتعملها short form يعني أو have not عادي. Go of course عندي have عندي go went gone صح؟ التصريف الثالث اللي هو past participle. ليلى and أحمد haven't gone to school. لم يذهبوا إلى المدرسة. ولكن لأنه ما في عندي تحديد وقت بحطها بالpresent perfect simple. Interrogative form السؤال. Of course you have to put has and have at the beginning. And of course what? As a capital letter. صح؟ بس بنقدم الhave والhas بالأمام وبنحط بعديها subject خلفها. يعني you have to replace them. تستبدلهم. طبعا كونهم بالأمام بصيروا عندي capital letter. Have or have has according to the subject. حسب الفاعل. بعدها أكيد verb 3. ما تنسوا الverb 3. في ناس ببدلوا وبنسوا الverb 3. بنزلوا الفعل زي ما هو. غلط. طيب. لما بدي أحكي إنه he hasn't visited his friend. أوكي؟ الجملة الأصلية اللي هو he has visited his friend. صح؟ To make it as a question, لو بدي أحكي لك عمل لي إياها سؤال شو بتصير؟ Has he بتضلها verb 3 visited his friend؟ أوكي؟ وبتكمل الإجابة. أوكي؟ طيب أحياناً عنا النوع الثاني من السؤال as you see we have two types of question. عنا yes or no question or WH question. أوكي؟ مثلاً لو أنا طلبت منك ال WH why WH question أنا بطلبها why. شو كيف كنا نعمل؟ بنخبي على ال WH وبنرجع لقاعدة ال yes or no question. عادي بتنزل عادي بترجع نفس الشيء. why نخبي عليها ولا كأنها موجودة. كيف كنا نعمل هون سؤال نفس الشيء؟ why has he visited his friend وبتكمل طبعا because blah blah blah. تمام. أهم إشي أنا بهمني بهاي القاعدة مو النيجاتيف والإنتروجيتيف، بهمني أصلاً تفهم شو هي بالأصل. إذا فهمتها بتفهم بقية السؤال. غير هيك يا مس you have to understand what the past simple before understanding what the present perfect simple. لازم نفهم قاعدة subject verb to object past simple ماضي التام قبل ما تفهم هاي. إذا فهمتها ديك بتفهم هاي. أوكي okay. So thank you for your listening and goodbye.